بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله في الجزء السابع هنكمل خطوات تصميم الرافت فاونديشن باستخدام الكونفنشنال ميثودز أو الطريقة التقليدية، ودي الجزء السابع ده من شابتر 7 اللي هو الرافت فاونديشن من كورس الفاونديشنز انجينيرينج 1. طبعا لو تفتكر في الجزء السابق كل شريحة من الشرائح اللي احنا خدناها للرافت، لو عندي رافت بالشكل ده وفي اعمدة كده مثلا ايا كانت شكلها بقى، خلاص احنا عرفنا ايه اللي بيحصل. باخد شريحة مثلا كده او شريحة كده ايا كانت، يعني الشريحة ديت لو تفتكر كنا بنجيب الاستريسز عند تقاطع الشرائح وبناخد سيجما افريج ليهم وبنصححها مع احمال مين؟ الاعمدة اللي عندي ديت. فبقى عندي شريحة مثلا، الشريحة ديت موجودة هيت، عارف الأحمال بتاعة الأعمدة المصححة وعارف الاستريسز اللي تحت اللي هو ماله مصحح. ما دام عندي الشكل ده يبقى أنا ممكن أقدر أرسم مين؟ أقدر أرسم الشير فورس دايجرام زي ما اتعلمنا في مين؟ في الاستراكشر. ترسم الشير فورس دايجرام وترسم البندنج مومنت مين؟ دايجرام. تخلي بالك البندنج مومنت هيبقى ماله؟ هيبقى مقلوب عشان الأحمال مقلوبة بالشكل ده. طبعا ده مش هتعمله لشريحة واحدة، ده انت هتعمله لكل الشرائح بتاعت الرافت. يعني انا عندي هنا شريحة واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، ادي ستة، ادي سبعة. سبع شرائح تبتدي ترسم لهم البندنج مومنت دايجرام والشير فورس دايجرام عشان نبتدي مرحلة التصميم. شكرا.